للمزيد حول تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران واستمرارها رغم ذلك في نشر الإرهاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي دكتور عبد الحفيظ المحبوب. دكتور عبد الحفيظ، بداية أهلا بك. البنك الدولي يتوقع استمرار انكماش الاقتصاد الإيراني ويتوقع كذلك دخوله في مرحلة حرجة، باعتقادكم ما هي التأثيرات المتوقعة لأنشطة إيران المقلقة في المنطقة؟ اهلا وسهلا بكم. اهلا بك. حقيقه يعني اعتقد ان يعني مجلس الامن يعني هناك تعثر في طبعا في التوصل الى طبعا تمديد حظر الاسلحه في الذي ينتهي في اكتوبر، خصوصا ان الولايات المتحده انسحبت من الاتفاق النووي. هناك يعني بين حقيقه يقلق العالم، ليس فقط المنطقة العربية ودول الخليج، لأن إيران لها أذرع في المنطقة، لكن الصين وروسيا والدول في مجلس الأمن يتخوفوا من طبعا النشاط الإيراني، ليس فقط الإقليمي بل أيضا الدولي، ولديهم قلق كبير جدا حقيقة، خصوصا أن إيران الآن يعني خفضت من التزامها بالحقيقه بالتخطيط النووي، والان يعني هناك شكوك من ان ايران الحقيقه بدات يعني تخصب يعني تتخطى خطوات حقيقه، خصوصا انها يعني وكاله الطاقه الكهربائيه حقيقه لم تتمكن من الدخول الى المفاعلات النوويه، ان هناك مفاعلات نوويه معروفه ومشاعه في الخراب، لكن مفاعلات نوويه سريه. فالحقيقه يعني الان الولايات المتحده هناك جانبين الحقيقه. التقرير الاممي الذي يعني يمكن ان يكون اساسا حقيقه كان في تمديد الحظر، ولكنه يعني لم يحدث هذا الحظر بسبب اختلاف الدول في مجلس الامن، لكن اعتقد ان الولايات المتحده يعني تعتمد في العقوبات ووضعت عقوبات جديده فرضتها وزاره الخزانه الامريكيه على شركات في قطاع صناعه المعادن. طبعا صناعه المعادن هذه تدخل في تصنيع الاسلحه. انا اعتقد هناك هوك حينما زار المملكه العربيه السعوديه، وكان هناك اتفاق سعودي امريكي للاستمرار في ردع ايران تمديد حظر الاسلحه، لانه لم تحصل الولايات المتحده على تمديد حظر الاسلحه عبر مجلس الامن. نعم سيد عبد الحفيظ، تكون هناك يعني نعم سيد عبد الحفيظ، يعني منذ شهر تقريبا صرح قائد ما يسمى فيلق القدس وهو اسماعيل قاني أثناء زيارته للميليشيات في العراق طبعا، وقال إن عليهم تدبير نفقاتهم بأنفسهم مخاطبا الميليشيات. كيف تقرأ هذا التصريح، وهل بالفعل إيران تأثرت بالعقوبات الأمريكية؟ أكيد هذا جانب مهم جدا، ولذلك كانت تعول يعني الولايات المتحدة كثيرا على العقوبات الاقتصادية على إيران، وتعتقد انها ستكون يعني القشه التي تقسم ظهر البعير. وكما ذكرت انت قبل قليل ان وصل العمله الايرانيه انهارت واصبحت 22,000 مقابل الدولار. نسبه الفقر ليست هي 40% بل اعلى من 40%. الحقيقه يعني كانت ايران تعول على ان يكون العراق مخزن، يعني حقيقة مخزن لها. الآن العراق يعني خرج من هذه الدائرة. لا لذلك نحن نلاحظ الآن الميليشيات حزب الله في سؤالي يريد أن يكون على غرار حزب الله. نعم. في سؤالي الأخير إليك دكتور عبد الحفيظ، لماذا لم يتدخل مجلس الأمن إلى الآن لوقف تهديدات إيران في المنطقة وزعزعتها الاستقرار والأمن الدوليين بموجب الفصل السادس باعتقادكم؟ صحيح هذا السؤال مهم جدا، لانه الحقيقه الدول العظمى في مجلس الامن لديهم مصالح،
كل منهم يريد ابتزاز الاخر. روسيا والصين هناك حرب تجاريه ما بين الولايات المتحده والصين، وهناك ايضا صراع ما بين الولايات المتحده وروسيا في ليبيا، في سوريا، في المنطقه. ولذلك كل منهما، كل دوله من هذه الدول العظمى لديها مصالح تريد ان تضغط على الاخرى حتى يعني. وهذه الدول الحقيقه في مجلس الامن في هذه الفتره الحاليه في جائحه كورونا لن تتوصل الى توافق. من مكة المكرمة كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.